اللي نبغي نشير ليه هو انه حنا جينا تقريبا بنصف فريق، لانه كاين 6 اللاعبين، لانه باش كنلعبوا دي زاليمون في لير دو جو اكثر من 6 اللاعبين، لا كلوديو لا خالص لا الهلالي لا كوفي لا 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 عده لاعبين اللي هما، وربما الربح الوحيد اللي كان اليوم هو الربح ديال الشبان اللي كانوا في سوا في البونتوس واللي دخلوا واللي عطاو اشارات على انه يمكن الفريق انه يعتمد عليهم مستقبلا. وحنا كي قلت دائما على انه هذه السنه هذه سي بروفا، ولكن خص بزاف، خص انا كنقول خص انطامي بور لا سيزون بروشين، لانه خص بزاف الاشياء.